بسم الله الرحمن الرحيم. Today, inshallah, we'll talk about the phospholipids. Phospholipids are diglycerides, يعني عبارة عن diglycerides. البداية طبعا التريجليسرايد عبارة عن ايه؟ جليسرول مرتبط ب 3 fatty acid. طيب, this is called triglyceride as I was saying before. But the diglyceride has a phosphate group instead of the third fatty acid. يعني بدل ما يبقى عندك 3 fatty acid مرتبطين بالجليسرول, لا ده انا عندي 2 fatty acid بس. طيب الجليسرول اللي هو الفاتي اسيد رقم 3 ده استبدل بايه؟ بمجموعه فوسفات. يبقى الدايجليسرايد هاز ا فوسفات جروب, صح. التيل اللي هو هيدروفوبيك بيبقى كاره للميه, اللي هو عباره عن الفاتي اسيد. اند الهيد الهيدروفيليك هو عباره عن الفوسفات جروب, او الفوسفات جروب كونتيننج النيتروجين. سو phospholipids assemble spontaneously into many covalent shapes when placed in water. يعني لما تضع الفوسفوليبيد في المية بتديك شكل تلقائي وشكل أشكال ثابتة. أشكال ثابتة دايما بتبقى circular أو bicircular بالشكل ده. ليه؟ Because it composed of two ends. One end is hydrophilic and the other is hydrophobic. One end loves water and the other doesn't love water. So when you place this in the water or water solution, يعني وسط مائي, the tails escape from the water to the interior, تهرب للداخل, and the heads, which are the hydrophilic, اللي hydrophilic, face outward the watery solution. So this is the diglyceride has phosphate group, so this is called phospholipid. Essentially, they are constructed like the fats. يعني هي تتركب زي الدهون العادية, except ما عدا إيه؟ لما قلنا in the place of the third fatty acid, ما عدا إن بدل الحمض الدهني اللي هو الثالث, there is a phosphate group في مجموعة فوسفات أو grouping مع مجموعة containing phosphate and nitrogen. Phospholipids are not electrically neutral like the fats. اوكي, يبقى هي ليست متعادله الشحنه. ليه؟ لان فيها هيدز, والهيدز اللي فيها ايه؟ الفوسفات والنيتروجين ذات كان بي ايونايزد, اللي ممكن تتاين وتحمل شحنه. وطالما حملت شحنه يبقى نوت الكتريكالي نيوترال, يعني ما هيش متعادله كهربائيا, لكن بقى فيها شحنه دلوقتي. طيب دي فورم سو كولد هيدروفيليك هيد. طالما فيها شحنه يبقى تكون الايه؟ الرؤوس اللي هي الهيدروفيليك المحبة للماء. while the rest of the molecule, لكن باقي الملوكيول اللي هو hasn't charged is a hydrophobic, ده بيبقى كاره للمية. the hydrophilic heads اللي يحصل بقى الهيدروفيليك اللي طالما هي has ions, يعني محبة للماء وفيها شحنات, interact with water, face outward toward the watery solution. يعني هي بتتجه للخارج باتجاه الأوساط المائية. and the tail اللي هو الهيدروفوبيك form the hydrophobic interior, يتجه face inward toward each other, يهرب من المية ويكون اللي بيسموه الهيدروفوبيك interior, جزء الداخلي. طيب البايليبيد layer is the basis of the all cellular membrane. يعني هي عبارة عن تركيب لكل غشية الخلية. معظم تركيب غشية الخلية عبارة عن ايه؟ ليبيد باي لير او باي ليبيد لير, طبقة مزدوجة من الدهون الفسفورية. ده الهيدروفيليك هيدز وده الهيدروفوبيك تيلز, ده هيدروفيليك هيدز. So the heads face outward the water solution, maybe in the tissue fluid or inside to the cytoplasm. يبقى على طول ده اللي بيواجه المية, سواء كانت المية خارج الخلية في السائل النسيجي أو داخل الخلية في السيتوبلازم. الجزء الداخلي ده اللي هو عبارة عن tails of phospholipids which is the hydrophobic, ده الهيدروفوبيك, face inward toward each other to escape from the watery solution.
ده سيمبل اوف ذا فوسفوليبيد عباره عن هيدز لو قلنا في عباره عن جروب اوف فوسفيت او جروب كونتين فوسفيت ونيتروجين وده التيل ده هاز تشارج ده نو تشارج اوكي ده برضه سيمبل للفوسفوليبيد. طيب ده الفوسفيت زي ما قلنا الجروب بتحتوي على الفوسفيت او الفوسفيت كونتيننج النيتروجين. النقطة الثانية اللي هو الاسترويدز. الاسترويدات like الفاتس استرويدز ار ليبيدز هي عبارة عن دهون but have different structure from those of fats. يعني قلت الفاتس عبارة عن ايه؟ فاتي اسيد اند جليسرول يعني حمض دهني مع الكحول. لكن this there is no fatty acid not ester بدي مش عبارة عن ester but it is like the fats in the physical properties هي مشتقة من الدهون لها صفات فيزيائية لكنها not have the same structure not have the same structure. Steroid molecules have a backbone لها عبارة عن backbone يعني عمود فقري لها أو بسموها building blocks أو building unit وحدة بنائية composed of four fused carbon rings يعني أربع حلقات من الكربون الملتحمة مع بعضها البعض دائما بتبقى three of them تبقى سداسية واحدة بتبقى خماسية. طيب what is the difference between them this testosterone this estrogen and this cholesterol all of these are steroids molecule دي جزيئات استرويدية. differ between them primarily أساسا يبقى في إيه in the functional groups في المجموعات الوظيفية. you can see this testosterone because it has a double bond O and this estrogen have the same structure and this has OH so all of them have the same building unit the steroid nucleus but differ from the functional groups that attach to the rings اللي متصلة طبعا بالحلقات.